بكل حال الحقيقة لقد وجدت صعوبة كبيرة في معرفة ما هو الموضوع الذي يحتاجه اليوم، وجلست مليا أفكر في المكتبة التي قبل قليل، وقلت في نفسي ما هو الموضوع الذي يستحق أن أطرحه في أول مهمتي لي في برنامج المسارات. فقد عرفت من نفسي في أول خطبة كانت قبل سنة، لكن حدثت حادثة غريبة حصلت لي قبل 9 أشهر واستمرت مدة 6 أشهر وغيرت حياتي بأكملها. فهذه 6 أشهر كسرت جمودا بعد أن كسر الجمود. فكيف يعقل ذلك أن إنسان يولد من جديد بعد موته والحياة؟ كانت قصة عجيبة جدا، ليست فيها من المرح والضحك، لكن فيها من الجدية والفكر والتفكر بأن الإنسان قد يخرج من عز معركة ليولد من جديد. بدأت القصة عندما ذهبت إلى الطبيب وقلت له أن حبوبا في رأسي وجسمي أزعجتني كثيرا، وأن الأدوية والمراهم التي استخدمتها لم تنفع شيئا. فقال لي هنالك حل لكنه حل صعب تقدمه، سأعطيك بعض الأدوية ذات المفعول القوي جدا، وأعني جدا بذلك أنها جدا قوية إلى درجة أنها منعت لبعض الدول الغربية. ما هو السبب؟ عندما تصل إلى مرحلة معينة من المشكلة يجب أن تستخدم الحل النهائي بعدما أن جربت جميع الحلول، لكن الحل النهائي قد يكون صعبا جدا ومؤلما في بعض الأحيان. فماذا حدث يا سامي؟ كانت حياتي طبيعية جدا، عندما أستيقظ من النوم أكل حبتين الصباح وأعيش، لكن المعركة الحقيقية كما يقال أنها موجودة في داخلك. فمن أعراض هذا الدواء أنه قد يصيبك بالاكتئاب. ما هو الاكتئاب؟ هو مرض نفسي يصيب الإنسان، وهو في معظم الأحيان سببه كيميائي. إن بعض التغيرات في الجسم قد تحصل، قد تؤثر على البني آدم وتجعله في حالة نفسية صعبة جدا. بالمختصر هو ميت في داخله لكنه يمشي على الأرض. قد يكون الشعور منعدما عنده، يصاب بحالة فظيعة من الحزن نسميه الاكتئاب، لا يعرف معنى السعادة. ليس له علاقة بكونك شخصا متدينا أم لا، لكنه معركة حقيقية. خضت هذه المعركة لمدة 5 شهور ونصف. كان السبب الوحيد الذي يجعلني سعيدا هو اختياري لجدولي في الجامعة. نعم، إن وجودك 7 صباحا في الموعد المحدد، عندما تفتح الباب وأنت في الجبل ستجد شمسا مشرقة أمامك. هذه الشمس كانت سبب الابتسامة، صنعت في الكثير، كأنها تقول لي أخرج من عزلتك وافتح عينيك وقف رغم الصعاب ورغم الألم، الغد جميل. كان هذه الشمس، ومع أني كنت نائما وأحضر محاضرة وأنا هكذا، طبعا الدواء هذا سببه طول الوقت أنت نائم، فكنت فكان أمر جدا مضحك أنك أنت تمشي وأنت نائم، تروح البيت وأنت نائم، تنام وأنت نائم.
لكن هنا تبدأ القصة. ليس عليك أن تنتصر في معظم الأحيان، لكن عليك أن تتعلم كيف تقاتل. القتال كان أمراً صعباً جداً، لكن كسرت جهوداً بعد أن كسر الجلود وخرجت بشكل عجيب. تغيرت حياتي بأكملها، تعلمت حاجات جديدة، وجدت مصاعب عصيبة. عليك أن تؤمن بذلك، وعليك أن تغير نفسك، وعليك أن تتغير من حين إلى آخر. مهما كانت حياتك صعبة وظروفك القاسية، لا تستسلم أبدا، لأن هناك الشمس المشرقة كل يوم. هذا كان وقتي معكم، شكرا لكم.